تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سومالان وأبرز ما فيها. وزير الإسكان والتعمير معالي علي حسين محمد ومشاركته في مناسبة موسعة بمقر الوزارة. رئيس حزب كلمية الحاكم سعادة موسى بيحي عبدي ولقاء موسع. وصول شيخ علي محمد أسكر أحد مثقفي سومالان إلى أرض الوطن. كانت هذه أبرز العناوين، وإلى حضراتكم على النشرة بالتفصيل. عقدت اليوم بمقر وزارة الإسكان والتعمير مناسبة كبيرة شارك فيها وزير الإسكان والتعمير معالي علي حسن محمد، وتم خلالها تسليم سيارة واحدة لمقاطعة ودامجو. عقدت اليوم بمقر وزارة الإسكان والتعمير بجمهورية سومالا مناسبة كبيرة حضرها وزير وزارة الإسكان والتعمير معالي علي حسن محمد علي مريحان، وقام خلالها بتسليم عدد واحد سيارة إلى مقاطعة ودامجو التابعة لإقليم سرار. هذا وحضر المناسبة عدد من مسؤولي الوزارة وإقليم سرار. وفي البداية تحدث بكلمة وزير الإسكان، أشار من خلال حديثه إلى أن هذه السيارة هي بداية اهتمامات الوزارة بالمقاطعة الجديدة التي قام فخامة رئيس الجمهورية بضمها إلى الإقليم مؤخرا. كما تحدث بكلمة مدير مقاطعة ودامجو سعادة آدم شامع، شكر من خلال حديثه رئيس الجمهورية وزير وزارة الإسكان والتعمير على اهتماماته بالمقاطعة، كما تعهد بالعمل والاجتهاد لصالح مواطني ومقيمي المقاطعة. التقى اليوم رئيس حزب كلمية الحاكم والمرشح رئاسة الجمهورية سعادة موسى بيحي عبدي بالسيدة أمينة حرسي موجي، إحدى سيدات الأعمال بدولة أوغندا، حيث تناول اللقاء كيفية المساهمة في تقدم الوطن. التقى اليوم رئيس حزب كلمية الحاكم والمرشح لرئاسة الجمهورية سعادة موسى بيحي عبدي بمقر مكتبه صباح اليوم بالسيدة آمنة حرسي موجه، وهي إحدى سيدات الأعمال بدولة أوغندا، وبرفقتها عدد من مرافقيها. وقد تناول هذا اللقاء كيفية المساهمة في تقدم الوطن وازدهاره. بكلمة لرئيس حزب كلمية، أشار من خلال حديثه إلى أن أهم الإنجازات التي حققتها سومالا بكافة المجالات وإلى أهم الخطط المستقبلية المتوقع إنجازها بالوطن هذا. وعقب هذا اللقاء الذي حضره كل من وزير البيئة السيدة شكر حاج إسماعيل بندري ونائب وزير الإعلام السيدة شكر حرير إسماعيل، حيث تحدث بكلمة سعادة النائب الثاني لأمين حزب كلمية الحاكم سعادة أحمد عبدي، أشار إلى مدى التفاهم التي شهدته هذه المقابلة. وصل اليوم إلى أرض مطار عقال الدولي شيخ علي محمد أسكر أحد شيوخ ومثقفي سومالان والمقيم بدولة قطر، حيث كان لدى استقباله عدد كبير من المسؤولين. وصل اليوم إلى أرض مطار عقال الدولي شيخ علي محمد أسكر أحد شيوخ ومثقفي سومالان والمقيم بدولة قطر، هذا وكان لدى استقباله مطار عقال الدولي المدراء العام بكل من وزارة الشباب والرياضة، وزارة الطيران والنقل الجوي، علماء دين ومسؤولين آخرين. هذا وتحدث في البداية مدير العام بوزارة الطيران والنقل الجوي السيد عمر السيد عبد الله آدم، رحب من خلال كلمته بالشيخ علي في سومالان، واصفا الشيخ بأنه يعد من الشخصيات البارزة والفعالة بجارية سومالان بدولة قطر. وفي كلمة المدير العام بوزارة الشباب والرياضة السيد محمد حسين ربيه، أشاد من خلالها بالدور الهام للشيخ لإيصال قضية سومالان للمجتمع الدولي والمشاركته الدائمة في المشاريع التطويرية بالوطن. وتحدث كذلك في المناسبة عدد من الشيوخ وعلماء الدين، رحبوا من خلال حديثهم بالشيخ علي بوطنه الأم. وفي الختام تحدث بكلمة شيخ علي محمد أسكر، وجه من خلالها الشكر للمسؤولين على حسن الاستقبال والترحاب، وعبر عن سعادته لعودته لوطنه الأم متمنيا دوام التقدم والازدهار لجمهورية سومالان. شارك محافظ إقليم قبلي سعادة حمزة محمد عبدي في مناسبة تخريج دفعة طلابية جديدة من مدرسة العرفان الابتدائية، شارك في المناسبة مسؤولين وضيوف شرف آخرين. شارك محافظ إقليم قبلي سعادة حمزة محمد عبدي في مناسبة تخريج دفعة طلابية جديدة من مدرسة العرفان الابتدائية. شارك في المناسبة مدير منطقة أرابسية السيد عبد الله عبدي فرح، ومنسق وزارة التربية والتعليم بمدينة قبلي عبد الصمد شيخ، وعدد آخر من المسؤولين وضيوف شرف آخرين، حيث تم في المناسبة توزيع جوائز عينية على الطلبة والطالبات المتفوقين لتحفيزهم للعام الجديد بالوقت نفسه. تحدث في المناسبة مدير منطقة أرابسية السيد عبد الله عبدي، أثنى على مسؤولي ومعلمي مدرسة العرفان الجهود التي يقدمونها لتعليم الطلاب. وفي كلمة لمنسق وزارة التربية والتعليم العالي بمدينة قبلي السيد عبد الصمد، أشار من خلال حديثه إلى أهمية التعليم بشكل عام، وحث الطلاب بمواصلة التقدم والنجاح. وفي الختام تحدث بكلمة محافظ إقليم قبلي عائد حمزة محمد عبدي، هنأ من خلال حديثه الطلبة والطالبات الناجحين وحثهم بمواصلة التقدم والنجاح. كما تطرق أيضا من خلال حديثه إلى أن الحكومة سوف تدعم وتطور مدرسة العرفان خلال الفترة القادمة. عقدت ليلة أمس مقر جامعة ألفا بالعاصمة أرقيسة مناسبة موسعة شارك فيها عدد كبير من المسؤولين وطلبة الجامعة. عقدت ليلة أمس بمقر جامعة ألفا بالعاصمة أرقيسة مناسبة موسعة
حضرها عدد كبير من المسؤولين وطلبة الجامعة. وفي بداية المناسبة تحدث بكلمة عميد جامعة ألفا سعادة عبد الرحمن محمد مال، أشار من خلال حديثه إلى أن الاتفاق الأخير الذي أبرمته الجامعة مع جامعة لينكولن بدولة ماليزيا، كما أشار إلى أن هذا الاتفاق سوف يوفر لكافة الطلبة والطالبات متابعة دراستهم العليا والحصول على شهادات معترف بها حول العالم. كما تحدث عميد جامعة لينكولن تطرق من خلال حديثه إلى أهمية هذا الاتفاق وما سيوفره للطلبة والطالبات الراغبين في استكمال دراستهم العليا. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في نشرتنا لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشرات المقبلة. تقبلوا منه فريق العمل دائما أطيب المنى ودمتم سالمين.